بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شاف قصة أبكى معنا زين شفتها هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد. الحقيقة زيارتي لكم الشهر الماضي من بعدها وأنا حبيتكم أكثر مما كنت أحبكم أول، صرت أحبكم أكثر. قلت ترى صحيح إني مطوع وداعي بس رومانسي. جزاكم الله خير. وكنت في المدينة قبل أسبوعين أو أسبوع وخصيتكم بالدعاء. جزاكم الله. الدعاء لكم ولوالديكم وزوجاتكم والمتزوج منكم أولادها. آمين. أما العزاب دعيت لهم دعوة خاصة. لا 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 العزاب دعيت لهم دعوة خاصة إن الله يزوجهم زوجة حلوة طيبة تعين على الخير. أما المتزوجين حقيقة ما دعيت لهم، بس دعيت لهم إن الله يبارك بينهم وبين زوجاتهم ويجمع بينهم على خير. قل له ترى في كاميرا تصور بيشوفون. صور بعدين ولا. هذا قل له ترى هذا بيشوفونها في اليوتيوب. واحدة. الله يجزاك الخير. أسأل الله أن يسعدكم ويوفقكم ويزوج العزاب منكم. ويزوج فايز واحدة من إيران بس سنية. ما شاء الله الحمد لله. الله
اللهم صل. وفي موضوع انا كنت قبل لا اجي كنت عند الوالده وقلت لها اني رايح ازور اخواننا واحبابنا في نادي الصم والبكم، وابيك يا امي تخصينهم بالدعاء ان الله يوفقهم ويسعدهم في الدنيا والاخره. امترجم الله يزوجك. الله يجزاك خير. الله يوفقك ويخليها لك ويجمع بينكم على خير. وإن شاء الله ما تعرف غيرها. جزاكم الله خير. الحقيقة هذا اليوم وأنا جايكم بما إني أحبكم جبت واحد لكم أحبه ويحب لكم الخير. الشيخ عبد الله الشماسي ماجستير في معهد العالي للقضاء في الفقه وداعية ما شاء الله محبوب. ورجل فاضل ما شاء الله. لكن ابغى منكم طلب. تدعوا لنا الله يزوجه زواج. الله يجزاك الخير. الله يوفقك. طيب يا اخواني صراحة تعرفون ما يخفى عليكم جميعا أن مطلب المؤمن والكافر والأبكم والأعمى والمعاق والصحيح والناطق واللي يمشي والصول الطيب كل الناس في هذه الأرض مطلبهم السعادة أنهم يكونون سعداء. طيب السؤال وين نلقى السعادة؟ وين تكون؟ ما في ناس هل هي بالفلوس؟ طيب في ناس عنده قصر وبيت ومزرعة وأربع نساء وفلوس وشركات وسيارات وأبراج، هذا سعيد ولا غير سعيد؟ بس إن مشكلته بس كافر غير مسلم. غير سعيد. هذا في شقاء الله. الله أكبر. لذلك نشوف إنهم كثير ينتحر. كثير منهم ينتحر في الغرب. صح؟ كفار. مع أنه ملياردير عنده فلوس وعنده أبراج وسيارات. لكن سبحان الله في بعض أبناء المسلمين وشباب المسلمين الآن عنده فيهم عايش فيهم وفي شقاء وفي قلق وفي ضنك وهو مسلم. ليش؟ الصلاة أول اتفق ما أعطاه تأخير الصلاة. يا سلام. تأخير الصلاة دائما يبحث عن مشاكل. إذا حافظ على صلاة أو بعض الصلاة قليلة أو عايش في منكرات أو مشاكل مع زوجته مع أولاده مع الناس مع المجتمع دائما مشاكل. يا سلام. طيب لازم نعرف أن أكبر
سبب يوصلك للضيق وللهم وللضنك والحياة الشقية وللعيشة الشقية البعد عن الله. أبطال ما أفضل قبل أسبوع يا شيخ أحمد كان عندي محاضرة في إحدى الأماكن والتقيت بشاب عمره تقريبا 31 سنة مسلم وأهله مسلمين ومن عندنا من السعودية هنا في الرياض لكن مشكلته مسكين يفكر بالانتحار وضايقة فيه الدنيا السبب لما سألته قال مع عمه عنده فلوس وعنده بيت مأوى عنده سيارة فخمة لكن مشكلته يستخدم مخدرات ويشرب الخمر هل هذا زين للسعادة؟ حياته كيف بتصير؟ أكيد بتكون في شقة وفي حضير اي نعم في يقول لي انا دائم اشرب ودائم اكل هذه المخدرات واسهر مع اخوياي واسافر في خارج المملكه وداخلها ابحث عن السعاده وعجزت ما لقيتها وبعض الاحيان يصلي بس اني ما لقيت السعاده اسمع عبد الله قلت يا اخي عبد الله اسمع لا يمكن تجد السعاده الا بالقرب مع الله من الله سبحانه وتعالى وتكون حياتك مع الله هذه الكلمه انك تكون حياتك مع الله ايش معناها انك تكون قريب من الله كيف يكون المسلم قريب من الله كيف يكون العبد قريب من ربه سبحانه وتعالى أولا أن يكون محافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة في المسجد يعني لابد انك تكون يعني محافظ معناته محافظ مو على كيفك تقوم تنايم عن صلاه الفجر لين قمت الساعه 7:30 8 للدوام تصلي ركعتين الفجر ثم تمشي للدوام لا هذا لا يمكن ان يجد السعاده ايه تنوم على الصلاه لا او انك تخلي الصلاه على كيفك اذا صرت فاضي
وما عندك شغل صليت، او في مباراه جالس مع زملائك مشغول بالجوال وتترك الصلاه، لا يمكن تلقى السعاده. اي نعم. وكذلك اذا جاء من الدوام نام عن صلاه العصر والمغرب، اذا قام يتغدى صلى. هذا لا يمكن. بالمحافظة على الصلاة تكون السعادة. وكذلك مطلوب منك في الصلاة أن تكون صلاتك خاشعة لله. خاشع، تكون خاشع في صلاتك لله سبحانه وتعالى. حتى انت لما بتفكر الان، انت حين تفكر في الصلاه ايش تفكر فيه؟ ايش اللي يشغل بالك في الصلاه؟ ايش يشغل بالك في الصلاه؟ فلوس. سيارة، مشاكل، مريات، فكر زوجها، الزهرة حريم، الوالد. ايه كل الموظفين، المدير، مشاكل العمل، يعني الزواج، فكر بالاسهم. بعضهم يفكر في الابن حقه، الابن لا تسرق ولا شيء، يفكر في البصمه، في البصمه دوام. يا سلام. طيب انا اسالكم كلكم الحين، كلكم اللي كل واحد واللي يفكر فيه، كل الاشياء اللي تسالون عنها الان اللي تفكر فيها وانت في صلاتك، من يقدر، من مالكها؟ من يقدر عليها؟ من يقدر يحل مشاكلك؟ من يقدر يحل مشاكلك مع زوجتك، مع العمل، مع الله سبحانه وتعالى؟ يعني في صلاتك خليك مع الله، الله يحل مشاكلك كلها، وكل ما تفكر فيه ده في ملك الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك اللي ما أرد، مشاكلك يحلها، همومك وديونك يقضيها لك. واقترب. اكتب الآية بس، ها
الحين نقولها اسمع نقولها اسمع بعد ما عرفت كيف يا مسلم تتقرب من الله؟ عرفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له الله لما هذول عادوه واشغلوه وكانوا يعادونه يحاربونه؟ الله قال له لا تطيعهم واسجد واقترب، الله يكفيك، الله يحميك، الله ينصرك، الله يقضي مشاكلك، الله يحفظك، الله يهديك، الله يشرح صدرك، الله يرزقك السعادة. لذلك أسعد إنسان وطأت قدمه الأرض النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. صار مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم وعمر ابو بكر وعمر افضل الناس ابو النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر يوم من الايام ابو بكر طلع من بيته وعمر بن الخطاب طلع من بيته رضي الله عنهم اجمعين ثم التقوا ببعضهم كل واحد يسأل الثاني أنت ليش طلعت؟ إيش اللي أخرجك؟ وأنت يا عمر ليش خرجت؟ كل منهم قال أخرجني الجوع كلهم خرجوا من الجوع بسبب الجوع فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم خارج كلهم خارجين من منازلهم من بيوتهم سألهم ما الذي أخرجكما؟ أنتم ليش طالعين؟ قالوا أخرجنا يا رسول الله الجوع وكل واحد منهم رابط حجر على بطنه أبو بكر وعمر من شدة الجوع فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أبو بكر وعمر أنت طيب يا رسول الله ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الذي أخرجكما أخرجني الجوع فرفع عن بطنه فإذا به حجرين من شدة الجوع لكن كان أسعد إنسان أنت وأنت تريد السعادة تريد السعادة عليك بسنة وطريقة وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تكون سعيد مثله أي يوم من الأيام جيت عند شاب لقيت هذا الشاب واجهته يشتكي الهم والضيق والضنك والتعب النفسي ها؟ لما سألته قلت له كيفك مع الصلاة؟ كيفك بالقرب من الله؟
شلونك مع بر والديك؟ صار بعيد كل البعد عن هذا. فأخذت بيده وتوجهنا للمسجد سوى لصلاة المغرب. بعد الصلاة سألته بعد ما صلينا الآن كيف هو؟ لما جاني كان في ضكة ومكتوب يقول كأني أتنفس من مغز إبلة. لما صلينا سألته ها كيفك الآن يا سلطان؟ قال الحمد لله انشرح صدري من بعد الصلاة. هذه وهي صلاة بس مرة واحدة أول صلاة صلاها. كيف اللي يحافظ على الصلاة محافظ عليها أبدا لا يشقى بإذن الله. هذه أول أسباب السعادة. الثانية أو الثالثة اللي هي ضروري يا جماعة نكون بارين محسنين لوالدينا. الحين في شباب يرفع صوته على أمه. يرد إذا قالت له والدته أو أبوه ودني جب أو افعل أو كذا يقول أنا مشغول مع أخوياي أنا بروح عندي شغل. لكن هو يوم صغير ما في يوم من الأيام انشغلت أمه عنه بغيره. أبوه لو كان عنده أشغال الدنيا كلها وإذا الولد هذا في حاجة له ترك حاجة أشغاله كلها من أجل هذا الولد من أجل ابنه. لما كبر صار ينشغل عنهم بأخوياه وينشغل عنهم بأشغاله وبدنياه ويعق فيهم. سؤال هذا ظنكم اللي عاق بوالديه بيلقى توفيق في حياته وسعاده؟ كذلك في الان ناس بعض الشباب ما شاء الله عليه الله اعطاه وظيفه ورزقه براتب ويبخل على أبوه وأمه بالفلوس ما يعطيهم حتى لو كانوا ما يطلبونك لازم تعطيهم. صح.
لازم كل واحد منا الآن من الراتب الشهر القادم يستقطع شيء من راتبه، شيء لأبوه وشيء لأمه. مو لازم هم يطلبونك، أنت بادر بالإحسان لهم، وهذا البر. ولو شيء قليل. نعم، يطرح الله فيه البركة في مالك، يبارك الله في حياتك، ويرزقك الله بأولاد بارين فيك بإذن الله. بارين فيك. أهم شيء كل راتب تعطي أمك وأبوك منه، هذا بدون سؤال. لكن إذا طلبوك تعطيهم حاجتهم قدر ما يطلبون منك. وفي شيء الآن سؤال لهم جميعا، اللي يشرب الدخان أمه وأبوه راضين عليه؟ هم راضين بهذا الفعل أنه يدخن؟ ها؟ حتى لو كانوا ما يدرون. لا لا زعلانين. حتى لو كان ما يدري ترى. حتى اللي يستخدم الشيشة واللي يستخدم الخمر والمخدرات نفس الشيء، قبل لا تكون انها مضرة بجسمك تراها مضرة على دينك، لانك عاق بوالديك. نتفق الآن كلنا من اليوم أن ما ننام هذا اليوم إلا والدينا علينا راضين، نرضيهم. اللي يدخن يوقف التدخين لله سبحانه وتعالى، ثم لأجل والديه يرضون عنه. اللي عنده قصور مع والديه، مقصر معهم، يرفع صوته عليهم، يردهم من يطلبهم من شيء من اليوم. نفتح صفحة جديدة مع الله أولا ثم مع والدينا.
قال انا بسالكم سؤال، كلكم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وش قال عن الام؟ الجنه وين؟ الجنه وين؟ وين؟ والجنه الجنه آه. تحت رجلين الأمهات، تحت أقدام الأمهات صح؟ قل تحت الأقدام ولا فوق رأسها؟ يعني خدمتهم وانك تكون اه طبق
بالصوت. طبعا موجود أكد عليها. لازم الواحد اللي يجيب في الإشارة 100% النساء والرجال. صحيح. هذه مهمة. صحيح. كلهم حيب عينوه سمتها تنتج. قل لها تبوني أتنجي مرة ولا أتنجي مرة. كل بسم الله هذا بعدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة الأم نتركها آخر شيء؟ لا الحين طيب طيب ابشر ابشر الاسبوع الجاي في الوقت اول شيء انا احبكم في الله بفضل الله الله يسلمك الله يسلمك يا اخوان الام فضلها عند الله عز وجل العظيم. أحق الناس بحسن صحبتك أمك كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. مهما فعل الإنسان للأم لن يبلغ حق برها وشكر فضلها. لذلك فيما أذكر من القصص العجيبة في الأم، كان رجل من السلف اسمه مالك بن دينار، مالك بن دينار لازم تكون أسنان مالك بن دينار ذهب إلى الحج، وهو في الحج رأى رؤيا في المنام، رأى أن هاتفا يهتف وينادي أن الله قد تقبل من الحجيج وغفر لهم إلا رجل واحد. قام مالك اليوم وهو خائف يخشى أن يكون هو ذلك الرجل الذي لم يغفر له. في الليلة الثانية رأى في المنام نفس الرجل الذي رأى في المنام الأول وهو يقول له يا مالك اعلم أن الله قد غفر للحجيج إلا واحد وإنه ليس أنت لا تخاف. إن الله غفر للحجيج كله إلا واحد وليس مالك لست أنت ما بعد أنت غفر لك. فأصبح يتمنى أن يعرف من هذا الرجل الذي لم يغفر له. ليس مالك. أي. وقال له. أي ما. في الليلة الثالثة في الحج
رأى نفس الرؤيا نفس الرجل. الشيخ أنه يقول إن الله قد غفر للحجيج إلا لرجل واحد وأن اسمه محمد بن هارون البلخي. هذا الرجل الذي لم يغفر له محمد بن هارون البلخي لم يتقبل الله حجه. فلما انتهى الحج لم يرد مالك إلى بلده وإنما ذهب إلى بلد اسمها بلخ لمحمد بن هارون بلخ. بلد محمد بن هارون بلخ اسمها بلخ وهي تقع في المشرق شرق آسيا. فلما وصل إلى بلخ سأل عن هذا الرجل، سأل عن أهل البلدة عن محمد بن هارون البلخي. قالوا له أنت تسأل عن الرجل الصالح العابد محمد بن هارون البلخي؟ فتعجب مالك، تعجب كيف الناس تصفه بأنه رجل صالح وقد رأى تلك الرؤيا فيه. فقال لهم نعم. قال فدلوني على بيت قديم. فذهبت حتى دخلت إلى ذلك البيت فوجدت رجلا قائم يصلي. فقلت له أنت محمد بن هارون البلخي؟ قال نعم. قال هل في المدينة أحد غيرك بنفس الاسم؟ قال لا. قال عجيب. قال لا. قال لا، لا يوجد أحد بنفس الاسم. قال عجيب. قال وما ذلك؟ يعني ليش تستغرب؟ قال إني رأيت في الحج رؤيا، منام، حلم. قال وما تلك الرؤيا؟ فقص عليه الرؤيا. فلما أخبره بالرؤيا وسمعها محمد بن هارون البلخي بكى واشتد بكاؤه. قال أنا في كل سنة أذهب إلى الحج. كل سنة؟ كل سنة محمد بن هارون كل سنة يذهب إلى الحج. وفي كل سنة يأتيني رجل يقول لقد رأيت فيك مثل هذه الرؤيا. كل سنة كل ما عن الحج أتى رجل وأخبره أنه رأى في الحج مثل هذه الرؤيا. فاشتد عجب مالك بن دينار واستغرب. قال وماذا صنعت أنت؟ قال دعني وشأني اتركني. قال أنا جئتك من مكان بعيد، يقول مالك بن دينار، وأقسمت عليك بالله إلا أخبرتني. قال يا مالك ماذا تريد مني؟ قال أخبرني، أقسمت عليك. قال يا مالك بن دينار أنا كنت في هذه المدينة في زمن سبق، كنت في هذه المدينة مدينة في الزمن السابق من أغنى أغنيائها،
في بلخ، كنت في بلخ من أكبر تجارها. أنا كنت من أكبر تجار بلخ، وكان لي أصدقاء سوء، صحبة سيئة، كان له صحبة سيئة. قال: وكنا نشرب الخمر سويا، وكنت أنا مدمن للخمر. قال: وفي آخر ليلة من شهر شعبان نصبح غدا رمضان، عدت إلى المنزل. قال: فلما فتحت أمي لي الباب قالت: يا محمد بن هارون، ماذا فعلت؟ غدا رمضان، الناس يصبحون صياما وأنت تصبح سكران؟ قال: فبدأت تعلمني وتذكرني بالله، وأكثرت علي من اللوم والكلام. قال: وهي تعاتبني بشدة وأنا سكران لا أعي ولا أعلم ما أصنع. قال: وكانت أمي حينها، أمه كانت تصنع الخبز في التنور. كان التنور القديم حفرة داخل حسن. قال: فأمسكتها وأنا سكران وألقيت بها في التنور. قال: وهي أتت زوجتي وأخذتني وأدخلتني في داخل إحدى الغرف. رمى أمي في التنور وهي دخلت في التنور. قال: وأخذتني زوجتي وأدخلتني إلى إحدى الغرف. قال: فلما أصبحت قمت فإذا الباب مغلق، باب الغرفة، فطرقت الباب بشدة، فأتت زوجتي وفتحت لي الباب. قلت: من أدخلني في الغرفة وأغلق علي؟ قالت: ويلك يا محمد بن هارون، أما تدري ماذا فعلت البارحة؟ قلت: وماذا صنعت؟ قالت: لقد ألقيت أمك التي حملتك وأنجبتك في التنور حتى احترقت. قال: فتبت إلى الله عز وجل في ذلك اليوم، وتصدقت بمالي كل توبة إلى الله، وتركت زوجتي، طلقت زوجتي، وبعت بيتي، وأقبلت على العبادة، وفي كل عام أذهب إلى الحج، ومع هذا يأتيني في كل عام رجل ويخبرني بمثل الرؤيا التي أخبرتني بها. فقال له مالك بن دينار: يا محمد بن هارون، ذنبك كبير، معصيتك عظيمة، ثم انصرف مالك بن دينار وخرج منه، وبات تلك الليلة في نفس المدينة، نام في الليل في تلك المدينة. فرأى في المنام نفس الرؤية التي رآها في الحج،
أن الرجل الذي كان يراه في المنام يقول له يا محمد بن يا مالك بن دينار لا تقنط العبد من رحمة الله، لا تقنط العبد من رحمة الله، فإن الله غفور رحيم. اعلم يا مالك، اعلم يا مالك أن الله يوم القيامة يجمع بين محمد بن هارون وأمه. ثم يؤمر بمحمد بن هارون إلى النار. محمد بن هارون؟ أي نعم. اعلم يا مالك ان الله يجمع محمد بن هارون وامه ثم يوم القيامه يجمع محمد بن هارون وامه التي احضرت مالك الذي راه يجمع محمد مع امه ايوه يوم القيامه يجمع محمد مع امه تشفع له أمه عند الله. فيغفر الله بلا مقابل بلا مال حملت ووضعت وأرضعت وربت وهي وطبخت وألبست وسهرت كل هذا لا تريد منك مال لا تريد منك مقابل هي سعيدة إذا رأتك سعيد أتحزن لحزنك من قصر مع والديه
يقوم بحق من إذن؟ أقول لا تبحث عن السعادة ما دمت تعاني فتور وعقوق مع والديك، ستجد هم وضيق. الكل منا يتمنى إذا جاءه أولاد أن يخدموه ويبروا به، والجزاء من جنس العمل. الشيخ سعود تكلم عن شيء من مقومات السعادة، المحافظة على الصلوات الخمس وبر الوالدين، وكذلك من أهم أسباب السعادة قراءة القرآن وتعلم القرآن. كثير من الناس يعاني من ضيقة الصدر والهم، في القرآن سورة كاملة اسمها سورة الشرح. الله هو الذي يشرح هذا الصدر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه رجل وسأله ما هو أعظم جند الله؟ جند الله، الله هو جنود، ما أعظم جنود الله عز وجل؟ ما أعظم خلق الله؟ ما أعظم جند الله؟ قال أعظم جند الله الجبال. والجبال يقطعها الحديد، فالحديد أقوى. والنار تصهر الحديد وتذيبه، فالنار أقوى. والماء تطفئه النار، فالماء أقوى. والسحاب يحمل الماء، فالسحاب أقوى. والريح تعبث بالسحاب وتزجيه، تسوقه، تحركه، فالريح أقوى. والإنسان يتكفف الريح بثوبه ويده، فالإنسان أقوى. والنوم يغلب الإنسان، النوم أقوى. والهم يطرد النوم، الهم يطرد النوم، فالهم أقوى. فالهم خطير جدا على الإنسان. الاكتناء بالنفس خطير على الإنسان. الضيقة والطفش والملل خطيرة على الإنسان.
دواؤها وعلاجها كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. دخل النبي المسجد يوما فوجد أحد الصحابة جالس في المسجد حزين مهموم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا بك؟ ما الذي أهمك؟ قال: يا رسول الله، ديون ركبتني وهموم ضايقتني، أنا عندي ديون عندي هموم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها فرج الله همك وقضى دينك. Thank you.
هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري. اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين في رواية غلبة الدين وقهر الرجال. قال النبي له: أحفظتها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
طيب لا. جزاك الله خير ما شاء الله. شكرا جزاك الله. قل طبعا انا امثلكم جميعا امون عليكم. الله يقربك الكبير. قل انا امون عليكم. طبعا. وباسمكم جميعا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب في سؤال؟ قال انا مستعد انوم هنا في النادي خلاص حبيتهم. جزاك الله خير. السلام ورحمه الله. أنا عندي صديق. إيه. كان صلاته شوية ما في الخير بدع منكم. بس ما عجبه. يحاول يعزمني عليه ولا عجبه. طبعا. إذا قلت لهم صار خلص صديقة وبعدين بعدين أنا أمشي معهم ولا أتركهم؟ لا هذولي هذولي ابعد عنهم مرة واحدة. انتبه منهم مرة. هذولي ضرر عليك في دينك ودنياك ممكن أي ما تشوف التوفيق وسبتهم تكون فاشل في حياتك كلها سبت ممشاك مع هذولي وتخسر الجنة عشان ممشاك مع هذولي. تجينا بالاستراحة. خلاص عندك سناب يتواصل معي أو جوال. كيف؟ بس أنت ترسل لك ولا نصوم؟ لا 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 ما شاء الله جديد. أنا من نادي الصوم بس يرد عليك. جزاك الله يجزاك خير ويوزع الحسنات. يقولون يطلع هذا العمل على المتوفى. يقول هنا ابوي تزوج قبل ذلك يصير خاطئ. يقول هل اعتبرها مثل امي؟ هل اعتبرها مثل امي؟ خاطئ. هل قلت لها فتوى مثل امي ولا كيف؟ أيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخالة في منزلة الأم. كذلك زوجة الأب. هي زوجة والدها. يا شيخ. الإحسان إليها يعتبر برا بوالدك أنت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إن من أبر البر يعني من أعظم البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه يعني أن يحسن إلى أحباب أبيه وأصدقائه وأقاربه لأن لهم علاقة طيبة مع والده. أمك حتى لو كانت ماتت. سلام. بالدعاء والصدقة. ما شاء الله جزاك الله خير ما شاء الله ما شاء الله. قل له الله يجمعكم به في الجنة. أنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من الصوم كنت أتوكل كل واحد. نحن نعرف الجواب.
صدق وتعمل منكرات او غاز او عاكسه او شراب، بعدين انا تحس بقلبك فيه ضيقه، بعدين في سوره التوبه صلى اخر الليل وقرا سوره التوبه ثلاث ايام باذن الله انما يصلى مره ثانيه. اذكر قلت عنك قرات ولا شيء؟ ولازم تخاف من ربك العالمين، ما تدري لازم تكرر قراءه سوره التوبه يعني تحس براحه والزوجه الاب والابناء لازم تاخذ عيالك معك المسجد تروح تجي يشوفونك. هذا صرت تبع المنكرات بيفعلوا المنكرات مثلك. بعدين ادري تبي تنجح. يقول لازم يكون تكون قدوه حسنه لاولادك. باذن الله ان الله يغفر لك. لا حول ولا قوه. وش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا خلص خلص اللي بديك بعد الحول لدفع جزاه الله خير الأخ فايز الثبيتي سؤالا عظيم ومهم عن هذه الكلمة. أولا فضلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، قال يا أبا موسى لازم أسمع ولا أسمع الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، قال يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا في شيء تريد تدفع عنك من الأذى أو الشر وما تستطيع أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تريد تفعل شيء فيه فهل وخير لك وما تستطيع فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الحديث أن الله أمر الملائكة حملة العرش أن يحملوا العرش، والعرش أكبر من السماوات والأرض. والملائكة هؤلاء عددهم ثمانية ملائكة حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قالوا يا رب كيف نحمله؟ ما نستطيع، هذا أكبر من السماوات والأرض. قال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا هذا العرش. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني قال أهل العلم الحول لدفع الأذى، فأنت لا تستطيع دفع الأذى والشر إلا بفضل الله وإعانة الله لك. إذا الله ما يعينك ما تستطيع دفع الشر والأذى عنك. أنت ما تستطيع دفع المرض عن نفسك مثلا إذا جاك المرض، إذا لم يشفيك الله ما تستطيع دفع المرض. ولا قوة يعني قوة لكسب الخير وكسب ما ينفعك ويفيدك إلا كذلك بفضل الله وأمر الله وإعانة الله. لذلك كم من إنسان يبحث عن وظيفة ما وجد، لم يرزق الوظيفة إلا الله.
كم من واحد يبحث عن العافية ما وجدها؟ العافية من الله. كم واحد يبحث عن زوجة ما تيسر له الزواج؟ هذا بفضل الله يكون له. فأنت لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا ما أستطيع دفع الشر عن نفسي ولا جلب النفع لنفسي إلا بفضل الله وحده وإعانة الله لي. هذا معنى. جزاكم الله خير، أشكر لكم، سلام عليكم. بعد شهر إن شاء الله، بعد شهر بإذن الله يكون لقاءنا. الكفيل كفيل أحمد، الشيخ أحمد هو كفيلنا إقامة.